فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ثم نقول: هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. نعم، يقول: هب أن الأمر أن المخالفة الجزئية مطلوبة تنزلا معكم، ولكن المخالفة العامة تكون زيادة في الخير، فحتى لو تنزلنا معكم وقلنا إن الأمر بالمخالفة يتحقق بأدنى جزئية من مخالفة اليهود والنصارى، فمخالفتهم في جميع ما يختص بهم هي مصلحة عامة وترك مضرة، فهذا زيادة من الخير،